سربت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مواصفات هاتف جالاكسي A31 الذي ستطرحه شركة سامسونج بسعر ومواصفات تنافس جميع هواتف الفئة المتوسطة في الأسواق. ومن أبرز ما سيحصل عليه هذا الهاتف معالج 8 النواة مطور بتقنية 12 نانومتر، أما ذاكرة الوصول العشوائي فيه فستكون 4 جيجا بايت. وسيزود الجهاز بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وماسح لبصمات الأصابع.